السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني ما شاء الله، حاولت نطرح على واحد الموضوع جديد يعني مهم بالنسبة للناس اللي مازال يلا بادية في التطمين، ولا حتى الناس اللي كتفكر أنها تبني واحد المنزل مستقر ديالها. هاد المعلومات لأنها معلومات بسيطة كنحاول أننا نقدموها للناس لأنه باش يستافدوا، وكنتمنى أنها تكون مهمة لكم. بالنسبة اليوم غنحاول نهضر على دوبل كروازون اللي كنسموه حنا بالدارجة حيط مطوبي. امتى خاصنا ندير حيط مطوبي؟ مزيان، هنا غنحاول نقراو هاد البلون. هذا عندنا هنا بلون رات شوسي، يعني الطابق السفلي. غنحاول اننا ندير واحد النظرة على لي مير اللي عطينا هنا الارشيتكت. كنشوفو هنايا عطينا مير ب20، جيتال هنايا عندنا 20، ها هي دوزيتي على هنا، عندنا 20 هنا 20. كنلاحظوا بلي انا الارشيتيكت عطانا كيف كنقولوا حنا الصندوق بالدارجة، عطاه لينا بالعشرين بريك ديال 20 سنتيم، وفي الفصالة عطانا العشرة، يعني اكثر هي العشرة في الفصالة. مزيان، ولكن الارشيتيكت ما شارش لينا هنايا الدوبل كروازو. يعني دوبل كروازو يعني هنا انا خاصني نفرض على المعلم، يعني خاص نطلب منه على انه هنا في لافاسات ضروري يدير ليا دوبل كروازون. علاش في لافاسات بالضبط؟ لانني هنا في الجناب الاخر عندي الجيران ديالي، كنكون مدرج على الشتا، عندي من هنا الجار ومن هنا الجار ومن هنا الجار. وشنو اللي كيأكد ليا بلي عندي هنايا الجيران ديالي؟ هو لاكور، يعني الدار اللي كانوا عندها دو فاساد ما تكونش حدا لاكور. هنا عندي جيران، دونك عندي جار هنا جار هنا جار هنا. المزيان من خارج هنا في لافاساد عطيني الارشيتكت مير بالعشرين، ولكن ضروري خصني ندير دوبل كروازون. خصني ندير بريك ديال العشرة ونخلي واحد الجوان ديال 5 سنتيم، عاود ندير بريك ديال العشرة. غتقول لي علاش ما نديرش ليا روب ديال السبعة ونخلي جوان ديال 6 سنتيم وندير ليا روب 7 سنتيم، يعني ليا جو الاحمر. غتقول لي غتعطيني 20، نقول لك لا، انا كنفضل انا دائما في الطابق السفلي دير البريك هادي. هذه الملاحظة اللي عندنا هنا في الطابق السفلي، يعني أنا كنفضل دائما هنا يكون عندنا دوبل كروازون. واحد المسألة بنهضر عليها، يعني مثلا كاين شي ناس كيبغيو يبنيو واحد الفيلا ديالو ولا واحد الدار، يعني في واحد البلاصة شوية خارجة عن المدينة، ما تيكونوش عنده الجيران. هنا في هذه الحالة خاص الصندوق كامل يكون دوبل كروازون. علاش؟ لأنه باش كان مير الأول يعني نقاسو الماء ديال الشتا، قاس يعني المير الثاني دائما تيكون محمي من الداخل. يعني انا اللي كيف كنا الا كان في شي بلاصه ما عنديش الجيران، خاصني ندير دوبل كروازون من هنا من هنا من هنا ومن القدام. علاش؟ لان دائما خاصني الحيط الداخلي خاصني نحميه من لاميديتي. مزيان، نحاول نشوف الريت شوس بروميير ميطاج. هنا طلعنا البروميير ميطاج، نفس الشيء الارشيتيكت عطيني الصندوق ب20، يعني مزيان. هنا غنمشي للافاصه، لافاسات قلت انا في الطابق السفلي دائما خاصني نخدمو بالبريك هادي. علاش ما نخدموش بالياجور؟ هنا الجواب ديال علاش الطابق السفلي ما نخدموش بالياجور عكس الطابق الاول خاصني نخدمو بالياجور الحمر. الطابق الاول خاصني نخدمو في لافاسات ديالها خاصني نخدم بالياجور الحمر. انا عندي 20 مزيانه، عندي الياجور الاحمر فيه 7، نخلي 6 وندير 7. علاش؟ لان بروميير ايطاج عندي هنايا البروز، عندي هنا البروز و لو بوا ديال الياجور. هنا فين كاين البيت القصيد، لو بوا ديال الياجور اخف من البريك الابيض. يعني راه يمكن لي هنايا ندير، يعني يمكن لي هنا ندير نفس الشيء في الطابق السفلي، ولكن لا، خاصني ندير الياجور الاحمر لان الياجور الاحمر خفيف بزاف على البريك. هنا نفس الشيء الصندوق عاطي ليا بالعشرين، اذا مزيان. كيف قلنا نفس الملاحظه، الا ما كانوش عندي هنا الجيران في الدار كامله خاصني ضروري ندير دوبل كروازون. يعني كنتمنى هاد المعلومات تكونوا استفدتوا منها. وبالنسبه لواحد الملاحظه، يعني دائما هنا في لافاصاد، حاولوا نرجعوا للطابق السفلي، دائما هنا في لافاصاد يعني في دوبل كروازون. يعني مثلا بنيت واحد 1.20 متر وعندي شرجم، يعني واحد داك الشرجم خاص ضروري يعني فاش يلاه فاش كنبني 1.20 متر كندير واحد الابوي
بالبيطون. علاش؟ باش ما يبقاش فيه واحد التشقق في داك الشارجون، والعكس ثاني من الفوق خاصنا ضروري ندير واحد لامبون لاننا باش ما يوقعوش تشققات. كاين الاخوان واحد الملاحظه يعني عامه في لا كونستراكسيون يعني في ليمير، يعني كنلاحظوا لانه كاين بعض المناطق في المغرب يعني كيديروا واحد كيف كنقولوا حنا واحد لانطو، يعني مثلا الريت شوسي عندنا في لا دوغ سو بلافون 3 متر، كيبني مثلا 7 البريكات وكيدير لانطو وكيكمل 6 البريكات ولا 7 البريكات ديالو عاد كيدوز بوتر. واحد النصيحة ان ما تخليش المعلم يدوز لك لانطون فوق البريك في نفس النهار. علاش؟ لان المعلم فاش كيبني 7 البريكات ديالو كيدوز لانطون كيبغي يزير السيرجوان ديالو، يعني الحيط كامل كيف كنقولوا حنايا كيتزعزع من بلاصتو. تما ما كيبقاش عندنا المير ديالنا كيولي يعني من بعد كيوقعوا تشققات ما كتبقاش عندنا لا ستابيليتي ديالو، يعني ما كيبقاش عندنا في الميزان ديالو. اخوان كنتمنى هذه المعلومات تكونوا استفدتوا منها، وإن شاء الله في فيديو مقبل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.